السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم على قناتكم سيارات اوكازيون المتخصصة في السيارات المستعملة في السوق الجزائرية. في هذا الفيديو جبنا لكم قائمة من السيارات المستعملة ومع ارقام الهواتف المرفقة. طبعا اسعار هذه السيارات تبدأ من 110 ملايين الى 150 مليون. قبل ما نبدأ ونبشر في عرض هذه السيارات معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم دعم القناة بضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وبدون أن نطال عليكم متابعينا، نبدأ مباشرة في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو إنها اليوم، فتابعونا. السيارة الأولى التي نبدأ بها قائمة اليوم هي بيجو 301 ألورا عام 2013. محرك 301 ألورا إيسونس، قدرة المحرك 1.2 في تي 72 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 170 ألف كيلومتر. لون الطوموبيل نوار لاكات غريز صافية. 301 ألورا توتوبسيون. صاحب السيارة مشوفالي ولاية الجزائر العاصمة، وسعر بيجو 301 ألورا هو 112 مليون بري نيغوسيابل، بمعنى أنك تقدر تجيب هذه السيارة بمبلغ أقل. محرك الطوموبيل في حالة جيدة، السسبنسيون تاع السيارة جيدة، و 301 ألورا نظيفة. السيارة الثانية كيا بيكانتو بوب اني 2013. محرك البيكانتو إيسونس، قدرة المحرك 1.2 لابوت فيتاس مانويل. السيارة ماشية 148 ألف كيلومتر. لون الطوموبيل غري شومباين ولاكات غريز صافية. هاد السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من الخروب ولاية قسنطينة، وراهم سموه في هاد كيا بيكانتو بوب 140 مليون. محرك السيارة في حالة جيدة، السسبنسيون تاع الطوموبيل جيدة، وهذا البيكانتو بوب نضيفة. السيارة الثالثة فورد فيستا تيتانيوم اني 2014. محرك هاد لافورد إيسونس، قدرة المحرك 1.25 لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 200 ميل كيلومتر، لاكات غريز صافية، أوتوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من المحمدية ولاية الجزائر العاصمة، وراهم سموه في الفورد فيستا تيتانيوم 132 مليون. السيارة فيها راكورف بورتاريار كوتي دروا وبارشوك باتشوك باداكسيدو. محرك السيارة في حالة جيدة، والسوسبونس تاع الطوموبيل جيدة. السيارة الرابعة بيجو 208 اني 2015. هاد الطوموبيل إيسونس، قدرة محرك السيارة 1.2 في تي 82 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 160 ألف كيلومتر، لاكات غريز صافية، والطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من ولاية وهران، وسعر البيجو 208 هو 150 مليون البري، راه نيغوسيابل، أي بإمكانكم تجيبو هاد الطوموبيل بمبلغ أقل. محرك السيارة امبيكابل، السسبنسيون تاع الطوموبيل جيدة، وهاد البيجو 208 نقية. السيارة الخامسة رينو كليو كامبوس اكستريم اني 2013. محرك هذا كليو إيسونس، قدرة المحرك 1.2 16 في 75 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 182 ألف كيلومتر، لاكات غريز صافية، أوتوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من العلمة ولاية سطيف، راهم سامو في رينو كليو كامبوس إكستريم 150 مليون. محرك السيارة في حالة جيدة، السسبنسيون تاع الطوموبيل جيدة، وهذا كليو كامبوس إكستريم نقية. السيارة السادسة بيجو 207 اني 2013. محرك 207 إيسونس، قدرة المحرك 1.4 16 في 90 حصان، لابوت فيتاس مانويال. هاد الطوموبيل ماشي 190 ألف كيلومتر، لاكات غريز صافية، أوتوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من برج البحري ولاية الجزائر العاصمة،
وسعر البيجو 206 هو 120 ملايين بري نيغوسيابل، أي بإمكانكم تجيبوا هذا الطوموبيل بمبلغ أقل. محرك السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونس تاع الطوموبيل جيدة، وهذا البيجو 206 نظيفة. السيارة السابعة فورد فيستا سيتي اني 2012. هاد السيارة ايسونس، قدرة محرك 1.25 82 حصان، لابورد فيتاس مانويال. السيارة ماشية 130 كيلومتر، لا كاتغري صافية، والطوموبيل توت اوبسيون. صاحب هاد السيارة من الجي سونتر، وسعر الفورد فيستا سيتي هو 135 مليون بري نيغوسيابل، اي انه تقدر تجيبو هاد الطوموبيل بمبلغ اقل. محرك السيارة امبيكابل، السسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد السيارة نقية. أيضا نكون كملنا معكم كامل السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الأخير ما تنساو ديرو جيم الفيديو، ديرو بارتاج. أرقام الهواتف تصحب سيارة راهي في صندوق الوصف موجود أسفل الفيديو، وإلى ملتقى فيديوهات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.